في ظلال اليوبيل، عنوان حلقة من برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على فضائية نور سات، حيث استضاف البرنامج الدكتور محمد المومني عضو مجلس الأعيان للحديث عن المحطات الهامة التي مر بها الأردن منذ تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني مقاليد الحكم قبل 25 عاما والمبادرات الإنسانية التي أطلقها جلالته كرسالة عمان ودعوته المتكررة إلى الاعتدال والسلام والعيش المشترك. كما تحدث الضيف عن الأزمات السياسية والاقتصادية التي واجهها الأردن وحتى وقتنا الحاضر. كونوا معنا. معاليك، أنت رجل سياسي ومفكر وعملت في هذا السياسة وما زلت، وأنت الآن ما شاء الله أنت أمين عام لحزب الحزب الأكبر في 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 المملكة الأردنية الهاشمية. من ملامح هذا اليوبيل إنه الإنجاز طال، إصلاح قانوني دستوري، إصلاح سياسي، أحزاب، حريات، كل هذه المشاكل اللي كانت تواجه الأردن وهذا السرد الشيق اللي قدمت لنا إياه مش عم بيغطي عليه أو بيبعد المملكة الأردنية الهاشمية عن أن تباهي بما أنجزته في الإصلاح. كيف ترى ذلك يا سيدي؟ شوف، إحنا من قيم الدولة منذ تأسيسها روحية التطوير والإصلاح. يعني في بدايات تأسيس الدولة كان دائما الحديث عن مؤتمرات والحديث عن توافقات والحديث عن أحزاب. إحنا كان عندنا أحزاب في مطلع القرن الماضي، وبالتالي دائما من قيم الدولة إنه أمورنا دائما تحتاج إلى تطوير وتحسين. أحيانا نغضب أو نعتب لما البعض يصور الأمور أنها سوداء وخربانة ويعني لا ليست بالمستوى هذا غير صحيح، وفيه تجني وظلم. فيه تجني وظلم، نعم. كل دولة فيها تحدي. احنا دائما نقول نرى الإيجابيات ونرى السلبيات ونحاول أن نطور ونتعامل مع التحديات والسلبيات بشكل كويس. هذا مهم. احنا مش دولة شمولية، احنا مش دولة بوليسية. الآراء والنقد مسموح في الأردن، لكن مرة أخرى ضمن معيار أنه تنصف البلد، أنه تحكي شو الإيجابيات زي ما بتحكي شو السلبيات وتقدم حلول. هذه الروحية اللي موجودة بالتالي أصبحت جزء من قيم الدولة وقيم القيادة. الملك دائما يسعى للإصلاح. هلأ إحنا في الخمس ست سنوات الماضية احتفلنا أولا بمئوية الثورة اللي هي الثورة العربية الكبرى في 1916. نعم. وهذا مهم لأنه منظومة القيم العروبية الأصيلة اللي إجت فيها الثورة العربية الكبرى، الحقيقة الأردن يعتبر نفسه وريثا لها. نعم. وهذا مهم، هذا مهم من هذه القيم، قيمنا العروبية، قيم التنوع والاختلاف. أنت بتعرف أبونا زي ما أنا بعرف كيف كان الأردن مستقبل للاجئين حتى المسيحيين المضطهدين. صحيح. سواء كان من أرمينيا. صحيح. سواء كان من أيام الملك عبد الله المؤسس. صحيح. نعم. صحيح. آخرها وقت الحرب على داعش من الموصل. نعم. فتحت أبواب الأردن أشقان المسيحيين ويجوا لهنا وقعدوا وكذا. صحيح. فهذه جزء من منظومة القيم، الإصلاح، التنوع، الاحتفال بتنوع المجتمع، الحفاظ على هويته اللي بتعزز الأردنيين من شتى أصولهم ومنابتهم وأديانهم. لما احتفلنا بمئوية الدولة وكان الربيع العربي خلص وكان الأزمة حتى في سوريا هدأت، اختارت القيادة، وهنا حكمة الملك، أن نبدأ بمشروع إصلاح شامل اللي هي عقيدة الدولة الأردنية في المئوية الثانية. احنا قلنا في المئوية الأولى بدأنا بروح البناء، بروح ترسيخ الاستقرار، بروح بناء المؤسسات بعزيمة الآباء والأجداد، لأن نريد أن نستأنف بهذه الروحية، روحية البناء، ضمن مشروع إصلاح ثلاثي سياسي اقتصادي وإداري. نعم. ونسير به. طبيعة الحال ما في مجتمع بالدنيا يستطيع أن يتوافق على خطوات الإصلاح وسرعة الإصلاح ونوعية الإصلاح. لكن المهم إنه عندنا رؤية إصلاحية ونستطيع جميعا أن نحققها بطريقة أو بأخرى. أنا بعتقد هذا يسجل للأردن.